سليمان تلوج على 3 بوان جاوها اليوم بون شانس ليها معناتها، وحنا نحاولوا نخدموا اكثر ونحاولوا نصلحوا اخطائنا. وكما قلت معناتها مازالت 3 ماتش، مازالوا 3 ماتش ان شاء الله نصلحوا امورنا معناتها بالباهي ونتعديها ان شاء الله ان شاء الله. مازال معناتها مازال ما تلعب حتى شيء بالنسبه لي انا، مازالوا 12 بوان 9 بوان نيغوسي معناتها نجموا نخلطوا. عندنا دو ماتش في بيجا وماتش في قفصه، ان شاء الله معناتها نجيبوا لي بوان لازمين ونصلحوا من رواحنا اكثر ونكونوا عازمين اكثر باش نلعبوا البلاي اوف ان شاء الله السنه.